كيف تستطيعون الوصول إلى الفئات المستهدفة والعائلات المحتاجة؟ أكيد اليوم الحملة بتركز على عمال المياومة اللي هم أعمال حرة، سائق، نجار، حداد، حلاق. في قائمة موجودة في وزارة التنمية ضمن السجل الموحد اللي هي بتحدد كل شخص شو، خلينا نحكي تصنيفه ضمن الوزارة، فهي المرجع الرئيسي لنا والمرجع الرئيسي للهيئة الخيرية الهاشمية. وكل شخص بحب يستفيد أو حاب يستفيد بنشد على إيده إنه يسجل على موقع وزارة التنمية اللي هو موقع دعم الخبز، وكمان إذا بحب يقدر يسجل على موقع الضمان الاجتماعي اللي أطلقوه خاص خصوصا لعمال المياومة. نعم. طب يعني لابد وأن أسأل هذا السؤال الأخير، يمكن كتير ناس هلأ عم بتتابعنا وهم معنيين بالتبرع ويكونوا جزء ولو بسيط من هذه الحملة، كيف بيقدروا أنهم يتواصلوا معكم؟ أكيد ستي، على موقعنا nawa.org نعم. بإمكان أي شخص يتبرع من خلال بطاقة ائتمانية مفعلة إلكترونيا. إذا مش موجودة بإمكانكم تتبرعوا من خلال إي فواتيركم اللي هي موجودة على الأبليكيشنز البنكية، وإذا هذا صعب بإمكانكم تعملوا حوالات مباشرة لحساب الحملة اللي برضو موجود على موقع المنصة. نعم،